ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته. يبارك، كيف الحال؟ في نوالي والله الحمد لله في نعمة وفضل من الله. الله يسعدك. والله انا جاي اشوف البث مالك وانا عجبت بحكيك شوي. أنت حضرتك سني ولا شيعي؟ انا سني. طيب تفضل. انا عندي سؤال. تفضل. في كتاب صحيح مسلم، الله انور، رسول الله عليه، ايه قلت ايه؟ رضي الله ايه؟ صحيح مسلم، رضي الله عنه؟ كتاب صحيح مسلم. لا انت قلت بعد صحيح مسلم حاجة. هي يعني رضي الله، يعني رضي الله عنه هذول. رضي الله عن صحيح مسلم. على الكل، رضي الله عني وعنك وعن وعن صحيح مسلم. وعن كل شيء. ايوه. بس انت، انا عايز بس يعني عايز اقول لك حاجة، يعني انت ليه داخل تغير الموضوع طالما انت راجل سني وداخل تغير الموضوع؟ يعني انا مثلا كنت حشر الشيعة حشرة سودة. ما انا بقول لك اسمعني بس اسمعني، ده انا كنت، بص اسمعني بس اسمعني، انا حشر الشيعة حشرة سودة في مسألة الغيب، تمام؟ انت شفت حشرتهم؟ انا ما انا بقول لك، انت شفت حشرتهم عاملين زي الارانب. انت شيعي؟ الو، انا شيعي. انا اه بدي اسالك سؤال. قلت انا لا لي افهم، انا لا افهم ولا اعرف ولا اعرف بالدين، بس اريد واحد. لما تدخل بقى وانت صادق كده بقى تعالى بيلعب عليا. تلعبوش معايا يا شيعي، الله يفديك ويصلح لكم حالكم، تلعبوش معايا.